السلام عليكم الخوت، فيديو جديد ان شاء الله في قناتكم طرفاير فيش. مهم الخوت، هذا الفيديو ان شاء الله غادي تعيشوا معنا مجموعه من اللحظات اللي دوزناها في صيد تقنيات البالانغري او الشعره فوق العجلات المطاطيه اللي هي الشومبرير، ويكتشفوا معنا كذلك اهم حصائل من الاسماك اللي صيدنا. راه ما نطول عليكم الخوت، خليكم مع الفيديو. قبل ما نبداو ما تنساوش الخوت تابوناو عندنا في القناه وتفعلوا زر الجرس باش تستمروا ان شاء الله في نشر مجموعه الفيديوهات الجداد. دير لنا شي خيط هاي درت تا والو. بسم الله، شوفوا عليك يا مولانا فتح الساق. اللهم بارك شرغوة. هي يا الخوت شرغوة مليحة تبارك الله. سيري عاد الصنور اجي لهنا صغير، اجي متخافش، اجي 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 ارتاح ارتاح، جابت لي عيني. صنار ماشي مش مقطعش هو الخوت او مبارك. اصبر هو ديرو كان
تسمى. شغل اتشهد مالك يا عندي اللي عليك مصطفى. وندو شويه الخيط قبل يا غانسور فيهم على شي موجه كيبان لي. خاعمنا ماشي مشكل ونسير فينا مع شويه طول الحجره ما تجي الاخرى.
وحنا خرجنا الحمد لله. اوه